مرحبا بكم يا أطفال في درس جديد في قواعد اللغة العربية حول المثنى. سوف نتعرف اليوم عن المثنى، ما هو المثنى، وكذلك كيف أحول إلى المثنى بكل سهولة. أبسط شرح زائد تطبيقات. مستعدون؟ هيا بنا. الأمثلة: المباراة مقسمة إلى شوطين يؤديها فريقان. إذن هل تدل الكلمات الملونة على واحد، اثنين، أم أكثر من اثنين؟ الكلمات الملونة هي شوطين، فريقان. لاحظوا جيدا، واحد، اثنين، أم أكثر من اثنين؟ إذن تدل الكلمات الملونة على اثنين. ممتاز. شوطين يعني الشوط أول والشوط الثاني. اثنان، فريقان كذلك، فريق أول والفريق الثاني، يعني تدل على اثنين. ممتاز. أتذكر جيدا، الكلمات التي تدل على واحد تسمى المفرد. الكلمات التي تدل على اثنين تسمى المثنى. الكلمات التي تدل على أكثر من اثنين تسمى الجمع. إذن نتذكر جيدا، ما هو المفرد؟ ما هو المثنى؟ وما هو الجمع؟ إذن شوطين، فريقان، بما أنهما تدلان على اثنين فنسميهما اسم مثنى. اسم مثنى. خلاصة: الاسم المثنى هو الاسم الذي يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب أو الجر، مثل قلم تصبح قلمان، أو القلم تصبح القلمين. إذن في الكلمة الأولى قلم واحد، لاحظوا الكلمة تنتهي بماذا؟ تنتهي بتنوين بضمتين، يعني اسم مرفوع، اسم في حالة الرفع. إذن ماذا أضيف؟ أضيف الألف والنون تصبح قلمان، اثنان. أضفت الألف والنون لماذا؟ لأن قلم مرفوع بالضمة. في المثال الثاني القلم، القلم تنتهي بماذا؟ تنتهي بكسرة، يعني اسم مجرور. إذن في حالة الجر ماذا نفعل؟ أضيف الياء والنون في حالتي النصب والجر. إذن القلم تصبح القلمين. أضفت ماذا؟ الياء والنون. ممتاز. ننتقل إلى التطبيق. حول إلى المثنى. قلنا المثنى هو كل ما يدل على اثنين أو اثنتين. هذا الولد نشيط، هذه السيارة سريعة. إذن أحول كل جملة إلى المثنى. أبدأ بالجملة الأولى، هذا الولد نشيط. إذن كم من كلمة؟ ثلاث كلمات. ممتاز. أبدأ بالكلمة الأولى أحولها إلى المثنى. هذا للمفرد، هذا للمفرد المذكر. والمفرد المثنى ماذا أقول؟ كنا درسنا أسماء الإشارة. ممتاز. أقول هذان. الولد، لاحظ الولد تنتهي بالضمة، إذن اسم مرفوع بالضمة، ونشيط كذلك تنتهي بالضمة. إذن قلنا الاسم المفرد في حالة الرفع، ماذا أضيف له لكي أحوله إلى المثنى؟ أضيف الألف والنون. إذن تصبح الجملة هذان الولدان نشيطان. ممتاز. إذن هذا أصبحت هذان، الولد بما أنها اسم مرفوع أضيف الألف والنون تصبح الولدان، نشيط كذلك اسم مرفوع تصبح نشيطان. إذن نفس الشيء أقوم به مع الجملة الثانية. إذن هذه السيارة سريعة. إذن لدي أيضا
اسم إشارة لكن مفرد مؤنث، هذه، عند تحويل هذا الاسم إلى المثنى، المثنى المؤنث ماذا أقول؟ هذه هاتان، ممتاز. للمثنى المؤنث أقول هاتان. لدي كذلك السيارة سريعة، لاحظوا السيارة اسم مرفوع، سريعة اسم مرفوع. إذا قلنا الاسم المفرد في حالة الرفع عند تحويله إلى المثنى ماذا أضيف؟ الألف والنون. إذا تصبح الجملة هاتان السيارتان سريعتان، ممتاز. هذا هو التحويل الصحيح. نكمل، فرحت البنت بالكتاب، هذا هو المعلم الذي نحبه. نبدأ بالجملة الأولى، إذا فرحت البنت بالكتاب، لاحظوا البنت اسم مفرد مرفوع، إذا مرفوع قلنا ماذا أضيف في حالة الرفع؟ الكلمة الثانية الكتاب اسم مفرد مجرور بالكسرة، إذا قلنا في حالة الكسرة ماذا أضيف؟ أضيف الياء والنون. إذا كيف تصبح كل الجملة؟ إذا فرحت البنتان بالكتابين، ممتاز. إذا فرحت تبقى كما هي، البنت أضيف لها الألف والنون لأنها اسم مرفوع بالضمة، أما الكتاب فأضفت لها الياء والنون لأنها اسم مجرور بالكسرة. جيد، المثال الأخير، هذا هو المعلم الذي نحبه، إذا هذا تصبح هذاني. جيد، هو تصبح هما. المعلم اسم مرفوع بالضمة، ماذا أضيف؟ الألف والنون، تصبح المعلمان. الذي، درسنا كذلك الأسماء الموصولة في حالة المثنى ماذا أقول؟ مثنى المذكر، الذي تصبح اللذان. ودرسنا كذلك كيف أكتب الأسماء الموصولة، نحبه ماذا تصبح؟ إذن كل الجملة هذان هما المعلمان اللذان نحبهما، ممتاز. إذن هذا أصبحت هذان، هو أصبحت هما، المعلم اسم مرفوع أضفت الألف والنون تصبح المعلمان، الذي اسم موصول يكتب بلام واحدة تصبح اللذان اسم موصول بلامين، نحبه تصبح نحبهما. جيد، أحسنتم. هذا كل ما لدينا اليوم، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. إذا فهمت الدرس وأعجبك المحتوى لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم جميعا، لنا عودة في دروس جديدة. سلام.